بونسوار. اليوم بدنا نعمل منتج جديد اول مره بساويه، كمان رح نعمله من مكعبات المسك من عبد الصمد الكرشي وله عده استعمالات. يلا خليني اعرفكم على المكونات. انا بحاجه لمكونين اثنين بس، اللي هن مكعب مسك من عبد الصمد الكرشي او من عند اي عطار، وبحاجه كمان لميه الورد. هلا انا عندي مكعب مسك برشته بهيدي الطريقه، يعني برش ناعم كتير 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 ناعم، بده يكون مثل ما شايفين مثل البودره. يعني شو رح اعمل؟ عندي انينتين بيجوا بهيدا الشكل سبراي، بتصوا سبراي، يعني هيدا المنتج كتير هين بس عن جد مفعوله كتير حلو. وهلا بخبركم لشو بنستعمله. اول شيء بدي احط بالقنينه مي ورد، بدي احط نص القنينه بس لنقدر نحط المسك بقلبه. مثل ما شفتوا حطينا نص القنينة مي ورد، وهلا بدي اجيب اي شيء عندي هيك يكون، يعني ملعقة طرف ملعقة او اي شيء رفيع نقدر نحط المسك بقلب القنينة. هيدا الشيء بيرجع لكم قد ايه انتو بتحبوا ريحة المسك قوية مع مية الورد. لأنه تخيلوا أنتو مية ورد ومسك معه، لا كتير هيك. أوكي رح نحط هلأ نكتفي بهيدول. بدنا نخد القنينة منيح. هلأ مثل ما شفتوا المسك بعده جوا مع مية الورد، لأنه المسك مزيت، هو مثل الصابون يعني اللي فيه زيت ما بينخلط مع المي. قبل كل استعمال بدنا نخض القنينة منيح ونستعملها. هلا حارجع زيد مية الورد الباقيين. بهيدا الشكل. هلا هيدا لشو بنستعمله؟ هيدا اول شيء له عده استعمالات، مية الورد مع المسك. اول شيء بنستعمله كمزيل للعرق، عن جد هيدا فعال جدا وريحته بتاخذ العقل، كتير كتير حلو. هيدا اول شيء. ثاني شيء نقدر نحطه على ثيابنا، على ملابسنا، يعني بس لنغسل ملابسنا ونعلقها بالخزانه، نقدر نرش الملابس قبل ما نحطها اكيد بالخزانه، بنرشها وبنعلقهم وشوفوا ريحة الخزانة. في بعض الناس بيرشوه على المفروشات ليعطي ريحة حلوة كمان، وكتير حلو كمان على المفروشات. وفي منهم بحطوه على الجسم والشعر، يعني عادي مثل الهير ميست البادي ميست، كمان كتير حلو. ما بتصدقوا قد ايه مية الورد مع المكعب المسك، وخاصة مكعب المسك هيدا بيور، يعني ما مسخنينه، او يعني مكعب مسك بارشينه وحاطينه بمية ورد. تخيلوا انتم الريحه كيف بتكون. اكيد قبل اي استعمال بدكم ترجوا القنينه هيك وما رح يدوب معكم. هلا في طريقه انه يدوب معكم، مجربتها انا كمان، انه نحط مية الورد مع مكعب المسك بحمام مي تيدوب، بس لنحطهم بالقنينه، الا ما تلاقوا القنينه بقلبها في مثل هيك زيت منتشر حواليها وكذا، يعني ما بيدوب 100%، بس بضل انه مش هيك. بس انا فضي صراحه هيدي الطريقه، لانه بضل مية الورد بياخذ من مكعب المسك، ريحته بتطلع احلى. اوكي هيك نرش شوي على ثيابنا وفرجيكم. حتى شوفوا قد ايه بيعطي لمعه، ملاحظين؟ لا عن جد ما بتتخيلوا ريحته كتير حلوة. شفتوا شو سهل وبسيط؟ هيدا كان الفيديو لليوم، معطر الملابس
والشعر والجسم والمزيل عرق، معطر مفروشات، له كتير استعمالات، وانتو بتشوفوا شو اللي بناسبكم وبتستعملوا. هلا بدي فرجيكم بس شغلي عملت وحدة تانية بمية الورد، حطيت مية الورد مع مكعب المسك او مش من المكعب اكيد كامل، حطيت شوي وشوفوا كيف دابوا مع بعضهم. بس هلا بعدها سخنة شوي، بس لتبرد حتشوفوا شوي ملزق شوي يعني مكعب المسك على القنينة. بس ما بعرف اذا بتفضلوا انتو هالطريقة فيكن تعملوها، بس انا مثل ما قلت لكم صراحة بفضل هيدي الطريقة انه احلى، وشوفوا المسك كيف فوق ومنظر القنينة احلى. وفي شغلة كمان انه هيدا ما بينحط له الوان، لانه هيدا بينرش على الملابس، بينرش على المفروشات، ما بينحط له الوان ابدا. حتسالوني سؤال انه ما بيزيت يعني ما ببقع على التياب، لا ما بيعمل اي شيء ولا بقعه على التياب لانه طبيعي، ومكعب المسك يعني طبيعي ومش مزيت كتير يعني، يعني ما بتلاحظوا انه تيابكم صار في عليها بقع. شوفوا اي طريقه بتحبوا انتو واعملوها. هيدول الاناني بس تخبركم انه هيدي 100 ملي. وهيدا شكلهم النهائي. مثل ما خبرتكم كتير له استعمالات، لازم تجربوه عن جد تشوفوا. بيعطي ريحة كتير حلوة وبس. لهون بيكون خلص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب تا يوصلكم كل شي جديد. ميرسي.